قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. واخا واخا غلبس حوايج نوصل عليك. فوقاش وقع هادشي؟ غير البارح في الليل. وشكون اللي علم به؟ الكونسيرج طلع يجف في الدروج ديال العماره وهو يلقى الدم خارج من تحت الباب. احنا نمشيو دابا صافي. لا غادي نتسناو المفتش يونس. شكون هذا المفتش؟ ها هو جاي. اسمحوا لي على التعطيل. شي بس ما كاين. المفتش ابراهيم، المفتش رشيد، والمفتش عبد الرزاق، المفتش يونس. انتم غادي تمشيو تاخذوا ديك المعلومات وتسبقونا، حنا لاحقين عليكم. عبد الرزاق العرس اليوم قبل ما يسالي الجوق. أول حاجة اللي خصك تعرف وهي المسافة اللي بينك وبين جوتا، وإلا ما غتلاحظ والو. تاني حاجة هاد العاطفة خصك تنساها. منين دخل هاد المجرم؟ كلشي لقيناه مسدود، وما كاين حتى علامة ديال التهاس، والباب ديال الزنقة حتى هو لقيناه مسدود. سقطة؟ لا مسدود أستاذ، ما كاين لا سرقة لا والو. السناسل ديال الذهب والبورتابل وليكارت بونكر كلشي لقيناه. يمكن حتى شي حاجه ما تسرقات. يمكن خيرها بوكو فلوس. هذا رجل اعمال والعنوان ديالو ماشي في هذا الدار وماشي حتى في المحمديه، ما في الدار البيضاء. واحد دخل البارح من فرنسا، هذه البي ديال الطياره باش دخل. في نظرك شنو هي اله الجريمه اللي باين هنايا؟ ماشي سكين، لا تكون حديده ممكن، ولكن في المختبر غادي نتاكدوا اكثر. وليا فوقاش يكون عندنا التقرير ان شاء الله غدا في العشيه يكون عندك. هذا ما كانش كيطيب في الدار، كان كيشري الماكله من الزنقه. ملي ماشي الساقه هي السبب ديال القتل ديالو، شنو يكون في نظرك؟ هذا اللي قتلوه باين عنده معاه شي حساب. وبين عليك لاباس عليه بزاف، الناس اللي لاباس عليهم بزاف عندهم اعداء بزاف. هادشي اللي بان لي حتى انا. اه
على حساب الاثار اللي ديال الدم اللي كان في الفراش وفي الحيط، اظن تقتل في الفراش ديالو. بقى غادي حتى جيت الباب باش يطلب شي واحد يعتقو ومات في الطريق. كنظن هذا هو الاحتمال اللي قريب بزاف. اتفقي الله يا بنتي، يلا شدي شدي اختك. سلوى، شكون هذه؟ زينب، عتقيني اختي، انا مزوقه فيك. عتقيني اختي انا. اي عتيقه هذه، صيفطي لي اختي لومبيلونس دابا راه بنتي معتمله طايحه ليا في الارض. بيبي لبس اختك لبس عليها، كيف دايرين مع هادشي برد؟ سلمي عليهم بزاف. ها وحدايا كيسلم عليكم اولدي؟ القرايه غاديه مزيان؟ الله يعاونكم على الامتحانات. مبلغ سلم لي على اختك، الله يرضي عليكم. سلم على خالتك ما تنساش، وسلم عليكم اولدي. غدا غادي نمشي للدار البيضاء. كون غير عفوك من هاد المهمة، واش انت فيك عاد ما يجري ويجري؟ شوف ايه، انا نهار كلفوني بهاد المهمة تقلقت بزاف في الاول، ولكن في الاخير ولات عجباني بزاف. كتموت على تمهرة، عارفك ماشي عجينتي يديا. ماشي هذا هو السبب. تعين عندنا واحد المفتش جديد، يلا تخرج. عطاوه لي ستاج. اش غادي نقول لك؟ يذكرني خير في الشباب ديالي. غادي حامضة عندكم هاد السيمانة هاد السي إبراهيم. علاش حامضة؟ راكم خارجين عند الحسنية. غندقوها في بلادها، واش فراسك ولا ما فراسك؟ محال، الله على فلتاتكم هاد السيمانة. بالحلوف عندك هادشي، نتخاطرو؟ خاطر معاك باش ما بغيت. تخاطرو أسيدي، شوف قولها حتى لصحابك هما كلهم جمعهم باش يتخاطروا معايا واجيو. أنت مع الحسنية ولا الكوكب؟ وراك عارف ديما الدفاع. لا انت ما معك هضره والو. واي فاخر كدير؟ شوف اخويا مس، الى بحث الدفاع غادي نعرض عليك واحد العرضه مزيانه. الله يحفظك. انا كيبان لي راه غير تتحلم. علاش؟ والكوكب اش من كوكب؟ شوف ما فيهاش هذه هاد السيمانه الكوميساريه كلها مع الحسنيه. انت كتشوف السي عبد الحكيم، ملي كتكون لعابه الكوكب الكوميساريه كلها كتولي ضدي، ما عرفتش انا علاش هادشي. فين عبد الرزاق؟ الزقا هذيك الخشاشه ديالك وها باقي دافعه من هنا واحد الساعه جي عندي البيرو. هادي عبد الرزاق ملاهي مع هذيك.
هو خويا يونس ديما بحالك، تعطيه هادشي كيف مكتوب بحالك. صافي اخي شوف. مالك سي يونس؟ اسمح لي سعادة العميد، غير قطعت الكارو البارح وبارح توقفت على ترجعني لي. احسن ما عملتي. انا ما يمكنليش نتخلى على الكارو، كتعرفوا الخدمة ديالنا كي دايره. غير اسمح لي. السلام عليكم، اسمحوا لي. ويلي انا بغيتي، ويلي انا السيارة دارتها بيا. يلا سي. بسم الله. دابا نبغي نعرف التقرير حول استجوابات ديال السكان ديال العمارة. ايه عبد الحكيم، وهذاك الوردي هذا شي 3 شهور باش سكن في هذيك العمارة، والسكان كلهم حتى واحد ما كيعرفو، حتى واحد ما عمرو شافو، الا واحد تصادف معاه شي مرة طالع بالدروج وجا بالليل، ولكن قالك واخا يشوف شي بلاصة أخرى ما غاديش يعقل، لأن ما شافش وشو كيدير. كاين واحد اللي تعرفو هو هذاك الكونسييرج، قالك كيجي مرة في الأسبوع وديما بالليل وماشي في نهار محدد. وعمرو ما شاف معاه شي واحد؟ لا. كيجي بوحدو في نهار محدد، ومع ذلك دوك اللي قتلوه جاوا معاه نيشان. يقدروا يكونوا كانوا دايرين معاه موعد، ولا كانوا حاطين عليه. المهم انهم عندهم السوارت ودخلوا الدار بلا ما يهرسوا الباب. ولا سرقوهم ليه وعملوا عليهم الدوبل، او لا هو اللي عطاهم ليهم. ولكن الغريب في الامر هو ان الجيران ما سمعوا لا صداع لا مدبزه لا تقرقيب لا حتى شي حاجه، يعني الدنيا كانت هاديه بالليل. قولوا لي واش السكان ديال العماره كلهم سولتهم؟ شفناهم، ولكن بقات لنا الدار رقم 7 والدار اللي قدام دار الضحيه، لان السيده كانت سخفات لها بنتها وما قدرناش نشوفوها. غتكلفوا بهم وتسولوهم، وما تنسوش ليا هذاك الكونسييرج. كاين واحد المساله غايبه سيده العميد، هو ان هذاك الواضي عنده طوموبيل، ولقينا الوراق ديال الطوموبيل ديالو في الجيب ديالو. ايوا شنو هو الغريب فيها؟ اللي غايب فيها هو ان الكونسييرج تفاجئ ملي سولناه على الطوموبيل وقالنا ما عمرني ما شفتو انا في شي طوموبيل، كان ديما كيشوفو كيجي في طاكسي. عنده سياره وعمرو ما جا بها لهنا للمحمديه، مع ذلك كان من الضروري انه يجي. هو كان كيجي في اوقات غير محدده، يعني السيد كان كياخذ احتياطات كثيره. ولكن هذه علامه كتبين باللي كان تفكرش العجينه. كاين احتمال واحد اخر يقدروا يكونوا كانوا كيعيطوا ليه كيهدوه، وده احتياطات الواجبه ديالو. نزل في المطار ديال الدار البيضاء في 3 د العشيه، وصل هنا للمحمديه مع تسعود. بين هذه الفتره فين مشى؟ لدارو؟ للشركه ديالو؟ او مشى شي مكان اخر؟ عنده سياره، فين هي؟ هادشي اللي خصنا نعرفو دابا. عندنا واحد المشي للدار البيضاء. رشيد انت اللي غادي تعمل الاجراءات اللازمه. سيد العميد الله يخليك، بنسولك على التقرير ديال الطبيب الشرعي شنو كيقول. باقي ما توصلناش به، وفي انتظار الوصول ديال التقرير ديال الطبيب الشرعي بغيتكم الله يرضي عليكم تسمعوني مزيان، بغيتكم توقفوا معايا وقفه ديال الرجال. علاش؟ لان انتم عارفين انني اخر مهمه اللي كنبحث فيها هي هذه، وغادي نخرج التقاعد، ولكن انا طلبت من المعلم باش يعفيني من هذه العمليه، ولكن خلي ضروري تكملها، لهذا بغيتكم تكونوا في جنبي باش نخرج من هذه القضيه ونمشي في حالي ويديا نقيين ان شاء الله. كي داير؟ الحمد لله بخير. ومدة هادي يا سي مصطفى؟ مع الشغل. وين انت وياه؟ وخمس ايام هادي يا سي مصطفى. نهار مشى لفرنسا كيف موالف ديما. موالف ديما؟ هادشي. واخا. دابا نجيو نديو. لا، لا سي مصطفى الله يخليك، راك عزيز ولا يني لا، لا مانا. وصاني عليها ودرت شي بلز فيها، الطوموبيلة ما تتحركش من هنا. بلز؟ اييه. بلز كبار ولا صغار؟ وفيها جوج، وحده كبيره وحده صغيره. بيدي درتهم هنا في الطوموبيل. قال لي رديها البال، شد الطاكسي ومشى.
بسم الله. بسم الله. هذه ديالك. الله يخلف. ورد ليها البال مزيان ليل ونهار. ولا سولك شي حد ولا قال لك شي حد شي حاجة عليها اتصل بيا في التليفون. ها النمرة ديالي. كون هاني. ما شتيني ما شتك. كون هاني السي مصطفى. وسلم لي على السي الوردي. مو بالاخر. السلام عليكم. شحال من خير؟ كاين شي جديد؟ لا والو شوف. الناس اللي ساكنين في لابارتمون 7 جاوا من السفر ولا مازال؟ لا لا مازال. ودوك الناس اللي ساكنين قدام المرحوم كاينين؟ المرأة وبنتها الكبيرة سيها معدبة خرجوا. مشاو للسبيطار عند البنت الصغيرة. على البنت الصغيرة مازالة في السبيطار؟ واش هي الشاف غير مازالة في السبيطار؟ البنت راه طاح عليها لسانها، ما بقات كاع قادرة تهضر. ردها غير على البكا. مشكلة هذي. واش يا أخي مشكلة؟ مها وقتها الله يحسن العوان راه غادي يحمقوا عليها. نهار جينا خدينا الأقوال ديالك ما نسيتي والو. إوا شاف داكشي اللي علمني الله واللي شافت عيني اللي غياكلها دودو التراب راني قلت لكم بنادم بغي يدير غير شبر ريال. قول لي المرحوم كان كيعطيك السوار ديالو باش توصل له شي حاجه للابارتمون ديالو؟ ابدا الشاف حتى ملي كيجيب شي حاجه ثقيله كنعاونو نوصلها له حتى الباب ونولي قبل ما يحل الباب. ولي لا قبل بيموت ما هزيتي معاه والو؟ لا الشاف هو كان جايب في يديه واحد الكادو قلت له نعاونو ما بغاش قال لي خفيف. كادو ماشي دابا وليتي كتنسى عمرك ما هضرتي لنا على هذا الكادو. واش شاف انا جاوبتكم على شنو سولتوني وعلى اللي حضر. كي داير هذا الكادو؟ قد هكا الويفكا غير تحمر وداير بسينزا. حمر ولا شي لون اخر؟ لا لا احمر يا شاف احمر. شوف راه اي ديتاي مهم لينا كبير ولا صغير فهمتي؟ الا بغيناك راه نعيطو لك. واخا شاف اش من السبيطار نعسى البنت؟ السبيطار الكبير اللي قدام دار الدوم. شتي ما كتبغي شي حاجه تفكرها دغيا كتفكرها. حسب التقرير ديالك دكتور الدات ديالو خاليه من اي مخدر عادي وحتى الماكله اللي لقينا واكل الشلاضة ولحم مشوي في الغداء ولا في العشاء؟ لا في العشاء. اذا على هذا القباد تعشى في برا وعاد دخل للدار لان ما لقيناش الاثار ديال الماكله نهائيا في الدار ديالو. ودي علاش هاد الصباغه اللي كاينه في الضفار ديالو؟ ديال الحيط مني الضحيه خدا الدقه حاول ينوض ومع الحر ديال الموت برك بصبعه على الحيط وبقات فيهم صباغه. وشنو سبب الوفاه؟ مضروب الراسو ومن بين الضربات كانت واحد الضربه اللي كانت قويه بزاف. فعلا ضربه. وفي نظرك شنو هي الاله باش تضرب؟ ما لقيناش اثار ديال الدجاج ولا العود غتكون شي حاجه من الحديد اللي عملت لي واحد الثقبه في راسو ما كانتش كبيره ولكن النزيف اللي كان كبير بزاف. إذا على هذا القبال ما ماتش في الحين؟ دخل في غيبوبة ومات من بعد 21 دقيقة. بارك الله فيك يا دكتور على هذه المعلومات وشكرا وإن شاء الله إلا احتجناك غادي نتصلوا بك. ما كاين حتى شي مشكلة سي عبد الحكيم. مع السلامة. وين تزورنا إن شاء الله في المستشفى باش ناخذ لك واحد المعيد دوز على عينيك. ما بقى قد ما فات أنا غادي نخرج تقاعد دابا وغادي نعمل واحد الفيزيت جينيرال راه محتاج ليها نيت إن شاء الله. مرحبا. الله يعاونكم. تفضل أسيدي. اخويا غادي نمشي للدار نضرب شي تدويشه مزيانه ونبدل عليا هاد الحوايج. بلاش اصاحبي خليك هكا. او ما عاد فين تعطلتوا هاد؟ اخدمتي كريسون؟ وكل ساعه هبط دفاع هبط دفاع. ما كاينش اللي ما خدمش في هاد الكوميساريه وما دوش الفيزيتاج مع عبد الرزاق وديك السياره العجيبه. عبد الرزاق عطيك واحد النصيحه. عطيك واحد النصيحه غدير لك طوموبيل خشاشه عندك غدير لفويان نقول لهم سدوا عليها. راه خديها واحد هذيك. جوج المسائل من المفروض هما يكونوا راس الخيط دافع الجريمه واداه الجريمه
وهذا اللي ما باينش. انا اللي كيبان لي ان هذا اللي دار هذه الجريمه ماشي واحد اكثر من بغيتي تقول عصابه. اي ماشي بعيد. وعلاش الطبيب الشرعي تيقول بان هذه الجريمه ما تكون غير حديده؟ لان الحديده الضربه ديالها غادي تكون طويله، ماشي تقبه فيها اقل من 2 ديال السنتيمتر. من غير الى المجرم ضرب الضربه بحال هكا حديده. ايه ولكن هذيك العمليه ما غادي تكونش فعاله حسب التقرير اللي كاتب الطبيب الشرعي. ولكن تقدر تكون مطرقه. مطرقه؟ وعلاش السي يونس بالضبط تكون مطرقه؟ ما عرفت جات لي هكا وصافي. عندك الصح. انا كتبان لي قضيه اخرى يمكن تزيد حتى هي، لان الشده ديال المطرقه سهله، سهل من حديده اخرى. يعني فين كاين هي الشده سهله حيت كتشد بحال هكا، وداك الحديده اللي الراس في الضربه داك الثقل كله ديال الحديده كينزل وكيكون عنده تاثير اكثر من شي حاجه اخرى. واخا كل واحد اللي ضرب يكون ضعيف كاع. اسمحوا لي. الو دكتور عبد الحكيم، كاين واحد الاحتمال ان أداة الجريمة هي مطرقة. مطرقة؟ احتمال كبير بزاف. ما عندي ما تسالك السي عبد الحكيم. شكرا يا دكتور، الله يعاونك. يا هذا الحساب السي عبد الحكيم، خصنا نرجعوا لابارتمون ديال الوردي باش نقلبوا على أداة الجريمة. لا 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 ما عندكش ترجع ديال لابارتمون، لأن قلبناها أنا وإبراهيم، قلت ما كاينش ريحة ديال شي. هو في الحقيقة كي خصنا نرجعوا لمسرح الجريمة. لما نرجعوا إن شاء الله من الدار البيضاء غادي نطلبوا الإذن من السيد وكيل جلالة الملك باش نكسروا الأختام. ولكن حاجة اللي بقات محيراني هي ذاك الكادو اللي تكلم عليه هذاك الكونسيرج. وما كاينش سيادة العميد، ما كاينش الأثر ديالو في ديك الدار. هذا هو اللي ما عرفناش فين مشى. وشنو فيه؟ انا يمكن داك الشيء اللي كاين في داك الكادو هو اللي خلى الوردي تقتل، هادشي اللي بان ليا. كل شيء ممكن، وإلا مشات حتى كانت هاد القضية غادي يكون هو الحاجة الوحيدة اللي تسرقت من الدار، وغادي يكون كذلك مهم بزاف في سير البحث ديالنا. إذن هاد الكادو خصنا نبحثوا عليه أكثر. شوف دابا ملي غتغداو ان شاء الله غتجيو عندي هنايا باش نستعدوا باش نسافروا للدار البيضاء. يلا يونس الغدار عندك اليوم، عندك بزاف. مرحبا بك. شوف غنجيب معايا عبد الرزاق ورشيد. ومرحبا بهم تا هما سيدي. يلا وخلي لي شويه الوقت باش نوجد. لا لا خذ وقتك. الله عليك. الله عليك اخويا يونس، راك محلق ليا على المحيل. الله يبارك فيك. ياك مالا وي الضربه وشي تزويج على العفريت. لا مازال اخويا، هاد المحل كريتهم عند واحد النصرانيه فاش كنت كنقرا، ايوا راه مازال كاريه عليا. انت غير حصلتي في الزواج بغيتي كاع الناس يحصلوا. لا اخويا انا ما حاصلش، انا يلاه خاطب. انت راك حاصل والموتيف في يديك. اش من الموتيف عبد الرزاق؟ اجي على الطوموبيل ماشي ديال خطيبتك؟ ديالها. انا كنوديها ليها، كندير ليها عوداج. بعدا بها هي مسكينه ما محتاجاش ليها، هي من داسه للدار. الدار نضاس. دابا الخطيبة معلمة. واحد معلمة الله يعمرها دار اخويا. معلمة بكامونها من جميع الفتيات. ويونس القهوة غتجيبها لنا من الطوبولة. هي الأولى هي وجداتها. أجي أنتوما قبيلة كتنقروا على الغداء نقرتوا على القهوة، راه كنت معروض غير أنا بوحدي، أنا غير بقيتوا فيا وعرضت عليكم. سمعت سمعت أودنيك. يا سيدي القهوة. القهوة. حلي. شحال انا لوح ليا شي وحيده. شكرا. يلا نموت اخويا يونس انا ونعرف شكون اللي يعلمك الطيب. الوالده الله يرحمها
كان عندها البنات بحال الدراري حتى هما خصهم يتعلموا يطيبوا. ايوا الحمد لله. شحال هادي مشروط بحال هاد القهوانة. انت عبد الرزاق راه ما معاك هضره، يا اما كتكمي يا اما كتشم في هذاك الدخان ديال ديك الخشب. ابو يوسف لا اخويا عفا الله بغيت ترجعني ليه. انا النهار اللي قطعته ولا غدي ما بقاش كيدور في جيبي. تبارك الله عليك. الله يبارك. الوالدة ربات وعرفات تربي. اياه. والوالد مسكين الله يرحمه شنو كان كيدير؟ الله يرحمه كان معلم. بحال الخطيبة ديالكم. علاش بحال الخطيبة ديالك؟ اش جاب بوال الخطيبة ديالي يا صاحبي؟ صعيبة. غير الوالد ديالي الله يرحمه كان موسيقار. تبارك الله عليه في الموسيقى وصافي. في الحقيقة أنا ما عرفتيش كنت غادي تكون. والو بوليسي. هي المهنة ديالنا راه مزيانة. ولكن فيها لو ريسك، كتساليش دايما بحال القصص والافلام البوليسيه، يقدر بنادم يخلي فيها ولادو يتامى بحال والو. فكرتيني فهاد قضيه الاولاد، مادام عندك انت غتولد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باقي هذا شهر. كيفاش؟ شهر؟ محشومة هذه. ودابا راه خصك تكون حداها ومقابلها، انت جالس معنا اش غندير لها انا؟ راه جالسه مع امها واختها. الله يكمل بخير. ولكن الولد الاول عندك هذا دابا ان شاء الله الا بغى الله. ان شاء الله خاصك تقطع داك الكارو دابا. والله بزز عليه. هو راه ما خصوش دابا الكارو، راه خصو تا يتهنى تا من ديك الخرشاشه. عطيه غادي كتشوف وين جاي. تجيك الترانات الخضاب وديال الفرن. التراج. اجي قبل نسولكم. القضيه ديال الوردي، بغيت نهضروا فيها شي شويه. لان داك الكادو اللي ما لقيناش. بلاتي بلاتي خلي الواضي بعدا، كاين نشوفوا هاد القضية الأخرى ديال هاد الأخ هذا، هاديك المدام عندك رجعت للدار ولا مازال غضبانة؟ خلينا الله يعطيك الصحة. رشيد؟ لا رشيد. طاهر أخو. الله نرجعوا شوية الله يعطيكم السر، بغيت غنسولكم دابا شنو رأيكم أنتم كاملين في هاد القضية هادي، هذاك الكادو اللي ما طلقاش. فين غاديكم مشى؟ أنا جاتني هاد القضية كلها مفدلكة شوية. ها؟ عبد الرزاق. المهم حنا غاديين في المسائل. قضية مع وصايا. اش غنسبقوا دابا صاحبي؟ غنمشيو لولايه الامن في الدار البيضاء. انت وابراهيم غادي تمشيو للشركه، يونس غادي يبقى على اتصال مع الاداره، وندوزو ناخذو معنا رشيد باش يمشي معايا للدار الوردي. يلا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. البركه في راسك لالا. مشى معك باس سيدي. الله يبدل محبته بالصبر. مشى معك باس سيدي، تفضلوا سيدي. على الله. السيده سعاد سيدي. شرفين. بارك الله. لالا سعاد. نعم سيدي. واش بلغ لعلمك باللي المرحوم كانت عنده واحد دار كريهه في المحمديه؟ في المحمديه؟ لا سيدي، هادي ما كانتش خطر ليا حتى على بالي. وفوقاش اخر مره شفتي المرحوم قبل ما يمشي لفرنسا؟ نهار الثلاث مشى للمطار مع الثلاثه د العشيه، وكانت عنده الطياره مع الربعه ونص. وفوقاش قال لك غادي يرجع؟ ما قاليش اسيدي، قال لي على حسب الخدمه، وملي غنكون راجع رانا غادي نعلمك. واتصل بك في التليفون الليله اللي لقيتوه، وقال لي راه انت غادي نجي، وما عمرني كنتظر انه غتكون عنده شي نهار دار في المحمديه، وما عمرني وعلم الله سيدي اشنو مخبي ليا مازال. ما تمشيش بعيد، احنا فعلا لقينا عنده الدار اللي كاري في المحمديه، ولكن ما لقيناش مزوج او عنده اولاد. لا سيدي ما يمكنش، ما يمكنش ما يديرهاش. كون
يكون غير بقى حي، يكون عنده اللي بغى يكون. السلام عليكم. عليكم السلام. بوليس. شنو الخطر سيدي؟ بغينا نشوفو المسؤول اللي جا من بعد المرحوم الوردي. واحد دقيقة الله يخليك. وي فوزية، جوج رجال الأمن كيسولو على سي مصطفى. واخ تفضلوا سيدي. سلام. وي سيدي شكون هاد؟ بغينا نشوفو المسؤول. واحد دقيقة الله يخليك. المرحوم كان كونطابل في الشركه ديال الوالد الله يرحمهم بجوج، الوقت اللي كان مصطفى خويا مازال كيقرا. كان الوردي الله يرحمه كيخدم مزيان، وكان الوالد قربوا من عنده، وتعرفت انا وياه وزوجني ليه. زاد كيخدم اكثر واكثر حتى تنمات الشركه، ومصطفى خويا ما كان عنده حتى شي مشكل. حتى نهار مات الوالد عاد اكتشفنا بلي راه كاتب الوصيه في الثلث ديال الشركه الوردي. انا ما لقيت حتى شي مشكل لان راجلي، ولكن مصطفى حس باللي دالو رزقه. وزيد عليها انا كتبت له الوكاله على حقي في الشركه. ولكن خوك الحق ديالو حتى هو كان كيتنمى في الشركه. كان عنده مشكل، ما كانش كيعرف علاش الوردي كيتنموا فلوسه اكثر منه. حيت كان كيشك فيه ربما كيسرقوا. ايه ولكن راه كان تيجيب المحاسبين من مورا دور الوردي، وعمره ما سيدي ما لقى شي دليل. المرحوم كانت عنده شي اسهم في شي شركات اخرين؟ لا سيدي ما كانت عنده حتى شي اسهم، كون كانت كون قالها لي مصطفى. إذن دابا انت كتشكي باللي خوك هو اللي قتل رجلك؟ ما نكذبش عليك السيدي، دابا انا وليت كنشك في كل شيء. سؤال اخير من فضلك، على حساب الوراق اللي لقينا عند المرحوم واش كانت عنده السياره؟ معلوم. وهو اللي كان كيسوقها اولا داير ليها شي فور؟ لا سيدي هو اللي كان كيسوقها. علاش؟ حيت ما لقيناهاش وما عمرو مشى بها للمحمديه. ايه ولكن مشى بها نهار كان غيسافر. ورجعتوها انتوما للدار؟ لا سيدي ما رجعناهاش، كتبقى تما حتى كيرجع. على العموم اسمحي لنا على هذا الازعاج، الا احتجناك غادي نصيفطوا لك او نجيو عندك حتى لهنايا. ما كاين مشكله سيدي. تفضلي هذا التليفون ديالي، الا تفكرتي شي حاجه او بغيتي تضيفي شي اتصلي بيا في اي وقت بغيتي. واخا سيدي شكرا. تفضلوا سيدي. لا ما عمرك ما سافرتي معاه؟ مره واحده. قالوا ما يمكنش نسافروا بجوج، ضروري واحد خصو يبقى في الشركه. اغلب الوقت هو اللي كان كيسافر بزاف للخارج، لانه هو اللي كانت عنده علاقه بدوك المتعاملين معنا اللي كاينين في الخارج من يامات الوالد الله يرحمه، هو اللي عنده علاقه بهم. ماشي بالضروره هو كان كيسافر زعما بلا سبب عزيز عليه يسافر. إيه. على حسب ما فهمت انت واختك وردتوا الشركه من الوالد ديالكم الله يرحمه، والوردي ولا معكم شريك. خلال هذه المده كلها اللي اشتغلتوا فيها شكون اللي عنده الاسهم الكثيره في الشركه؟ هو. ولكن انا ما عمرني كنت واخد هذه القضيه بعين الاعتبار، لان انا كنت دائما عارف باللي الفلوس ديال اختي وديال بنت اختي. ما عاد ولاو فلوس اختك وبنتها، من قبل كانوا فلوسه. ولا كنتي عارفو غادي يموت وفلوسو غادي يوليو فلوس اختك وبنتها؟ الموت ما كيعلمها غير الله. والقتل كيعلم به الله. حتى القاتل. واخا رجعوا للسفر السي مصطفى. الوردي هو سافر لفرنسا قبل ما تمشي السلعه ولا حتى من بعد؟ الكاميونات خرجوا مع الصباح نهار الاثنين بكري، وهو نهار الثلاث سافر مع الربعه ونص. والسلعة وصلت للمالية؟ وصلت. وصلت تعود الكاميونات، لأنه واحد دار كسيدة في اسبانيا،
وراه دابا نيت رجع لطنجة وخصنا نمشيو نجيبوه. والسلعة اللي كانت فيها شنو درتو فيها؟ السلعة درنا الإجراءات ديالنا وشارجيناها في كاميو آخر وصيفطناها لفرنسا. يمكن لك تعطينا نسخ من الوثائق ديال الشركة، ديال الحسابات، ديال التعاملات، وديال الناس اللي كتعاملوا معاهم هنا وفي الخارج. الو مدام فوزية، واش دي هذوك الملفات ديال الحسابات؟ شكرا. قول لي يا سي مصطفى، عمره ما كان عندك شي مشكل مع المرحوم؟ علاقة عادية، وكثر من هذا عائلة. كيفاش كانت العلاقة ما بين المرحوم والسي مصطفى؟ ديما كان صداع بيناتهم. علاش؟ سي الوردي الله يرحمه كان راجل سخي، وكان ربي مسخلو في الخدمة ديالو، ومصطفى كان كيغير منه. ولكن الأرباح تتعود للشركة اللي كانوا هما بجوج شركة فيها مع مرات المرحوم. مصطفى كيقول بأن المرحوم كان كيخدم الحساب وعلى حساب رأس مال الشركة، وكيخرج فلوسه للخارج. والبيان الآخر عاد وصلنا البارح، ها صورة منه. قولي واش بالصح المرحوم كانت عنده حسابات بنكية في الخارج؟ ها؟ والله ما نكذب عليك. عمركم ما انت ولا هو اقترح شي حد فيكم تفرقوا هاد الشركة؟ أبدا. وشنو يمكن لك تقول لينا عليه؟ شنو بغيتوا تعرفوا بالضبط؟ حياته، علاقاته، الخدمة برا الخدمة، شي حاجة بحال هادشي. أدي واذكروا أموتكم بالخير. وكان السي مصطفى في التحقيق واذكروا أموتكم بالحق. كان كيسافر بزاف، بسبب ولا بلا سبب، كيعجبو السفر داخل المغرب خارج المغرب. المهم كان عنده علاقات كثيرة، كان عنده علاقات بالخصوص مع العيالات. هادشي في اخبار اختك؟ لا ما في خبارهاش، لانه هو كيدير احتياطات كثيره. ولكن انت كنتي عارف؟ وصلوني بعض الخبارات، ولكن شي معلومات ما اكدتش منها وما بغيتش نتاكد منها، وما عمرني ما قلتها لاختي. اذا كنتي كتجسس عليه؟ شوف غير ديرها مزيانه، مجهودين صحاب الحسنات. باش كتفسر هذه القضيه ديال الدار اللي كاري في المحمديه؟ وانا براسي كنسول في هذه القضيه ما فهمتهاش. متاكد بلي ما كتعرفش الدار اللي في المحمديه؟ متاكد. هادي ما قالوهاش لك صحاب الحسنات. ما علينا، رجعوا للطوموبيل، ما لقيناش، فين يمكن يكون خلاها؟ وهادي مهمة ديالكم، كيبان لي واقيلا انتم اللي خصكم تقلبوا عليها. واش كتعني زعما تسرقات؟ ماشي بعيد، الطوموبيلة من هذاك النوع، إلا غفل عليها مولاها غير 5 دقائق راه يطيروا بها. قلتي قال لك إلا سول عليها شي واحد اتصل به. وعطاني 200 درهم. فين هي النمره اللي عطاك؟ ها هي شوف. قول لي عمرك شفتي داك الشريك الوردي صيق الطوموبيل داها ولا جابها؟ ما يمكنش يا شوف. علاش ما يمكنش؟ هو براسه قال لي رد الباب للطوموبيل وما يقرب لها احد، وخصوصا مصطفى. ولكن انت قلت لنا ان الوظيم اللي جا اخي من فرنسا جاب معاه شي بوال زيت الجلد وداهم في كوفة وسد عليهم. أيها شاف ما دمع حتى شي حاجة أخرى من هنا؟ لا شاف، دمع واحد الكارتونة ملوية بواحد الكاغيط أحمر، داك الشي ديال الكادوات هي اللي دا في يديه. المهم إلا عرفتي أي حاجة جديدة اتصل بينا. واخا شاف. وما يمكنش نعرف علاش يا شاف. الله يعاون.
الو فين نتوما؟ الو سعاد وقيلا غادي يجيو عندك البوليس. غير عندك مشيت جاوب بعدا. لا كاين مشكل. انا ما عندي مناش نخاف، لا غير بغيت نخبرك باش عندك مشيت دهشي ولا تخافي ولا صافي. لا ما نقدرش نجي اليوم، عندي شي شغل. لا عندي شي شغل. الرزاق ها الحديد الا بغيتي تبدل ديك الخرشاشه اللي عندك. هاد الحديد عمرني ما نحلم بها واخا نخدم 100 عام والله. ابراهيم هذا الحديد من جميل. هذا هو الحديد. انا اللي بغيت نفهم هو هذا الوضيع هذا واش كيصدى الكونفيكسيون ولا الدياموند؟ غنشوف. غريب، لاحظ التاريخ اللي تحولت فيه الاموال وإنا بنك. ها مساله فيها إنا، لان الزباله ديال الفلوس تحولات لجوج الحسابات ولجوج الابناك دوليه في نهار واحد. انا كيبان لي هذاك نسيب الوردي مصطفى هو مول القضيه. واتخذوا شكه فيه؟ انا بالنسبه لي هو المتهم الاول لانه تيكذب وناكر حتى الطوموبيل. ولكن شنو مصلحته انه يقتل نسيب الوردي؟ اش ما عندوش نوع القضيه؟ الا عرضنا عليه وجبنا عندنا هنا وتهلينا فيه مزيان يقدر يعترف لنا بكل شيء. باقي ما جاش الوقت اللي نلقيو عليه القبض، لان كاين تماك شي معطيات باقا محداويه كتشبك. بلاتي مصطفى كان شاك في الوردي، لان الوردي مشى لفرنسا خدا الفلوس وخلاهم تما جوج ديال الابناك دوليه. هذا هو المشكل اللي غادي يكون بيناتهم، لان مصطفى قتلو لان عرفو غادي يحط الفلوس في حسابه، ولا كان شاك باللي الفلوس راهم مازالين في البوالس اللي لقينا في الطوموبيل. وهادشي علاش قال لك كذب وقال لك انا ما عارفش فين كاين الطوموبيل. ونكر وهو وصى عليها العساس، بغى حتى يبرد التحقيق عاد يمشي يجيبها. ولكن اسمح لي يا سي عبد الحكيم، لان الصفقه ديال الثمن ديال الصفقه ديال الملابس الجاهزه يعني دخل في حساب الشركه، والفلوس اللي تفرقات على جوج ديال الابناك الدوليه منين جات؟ يمكن يكون عندك الحق، لان الاموال اللي تحولت للحساب ديال الوردي هي اكبر واكثر من ثمن الصفقه ديال الالبسه مئات المرات. اللي ما كيتفهمش هو ان الوضيع عمرو حط جليد اسبانيا. واللي ما كيتفهمش اكثر هو انه نفس التاريخ اللي تحولت فيه الفلوس واثمنه ديال الالبسه ديال الجاهزه مع الاموال اللي تحولت ليه كثيره، وفي نفس النهار كان الوردي في فرنسا. يعني شو على صدفه؟ صدفة كبيرة هذه، ثلاثة الحاجات في دقة واحدة. كان يولي داك السيدة دارها في اسبانيا، من بعد جا كاميو آخر، من بعد نهار خدا ديك السلعة داها لفرنسا. داك الكاميو اللي داك السيدة فينا؟ أنا بغيت نشوف هذا الكاميو، ثم بغينا واحد المذكرة للبوليس الدولي باش يجيبوا لنا معلومات على الوردي وهو في أوروبا، وبغينا معلومات كذلك على ذاك المتعاقد مع هذاك الفرنسي، وبغيت نشوف الشيفور والكريسون ديال هذا الكاميو. ومصطفى اش غنديروا معاه؟ نحطوه تحت المراقبه، لانه ربما يفيدنا وهو خارج احسن ما يفيدنا وهو عندنا. انا كنظن باللي الامور هكذا غادي نمشيو عليها، ونتمنوا على الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، ونشوف الخط اللي احنا
راس مينو. نتمنى تفضلوا. صافي ها قلتي لهم كلشي. واش بغيتي ندير اسي مصطفى؟ واش بغيتي نكتب على المخزن؟ راه المخزن هذا وقتي ضرب لي غير التليفون بعدا. وعلاه هما خلاو لي الوقت؟ راه حتى النمره ديال التليفون اللي عطيتيني داوها ليا. او ومن وقتاش انت خدام عند الوردي؟ نقول لك شي عام اسيدي. شكون اللي خدمك، مصطفى ولا الوردي بنفسه؟ السي الوردي الله يوالي برحمه الله كان كيتعامل معك مزيان. الله يكثر خيره ويجدد عليه الرحمات. ما كان مقصر معايا لا انا لا الشيفورات الاخرين، كنا مبرعين اسيدي. كل الكاميوات اللي كنتي كتسوق، واش كنتي كتسوق كاميو واحد ولا كانوا كيتبدلوا؟ لا سيدي، الكاميو اللي وجدت كنت كنسوقو. كيفاش قلتي لي ما طراتش لك كسيده؟ ما فهمتش. لا على حسب اللي سمعنا الكسيده هي اللي وقعت. يعني بوحدة؟ الكاميو بوحدة. الكاميو بوحدة، يعني الكاميو كان شاد الطريق وانتم كنتو شادين طريق اخرى ياك؟ كنتعاونوا على السوقان. كما كتعرف راه الطريق طويلة كتبغي العوين. من المغرب حتى لفرنسا راه شيفور وحده ما يقدش يشرب. الكاميو ديالكم بوحدكم هو اللي عنده جوج ديال الشيافور ولا حتى الكاميونات الاخرين؟ لا كاع الكاميونات اللي كيمشيو لبرا كيسوقهم جوج شيفورات. كيفاش وقعت الكسيدة ديال اسبانيا؟ ها؟ كيفاش وقعت الكسيده ديال اسبانيا؟ شنو كسيده سيدي؟ حنا ما وقعت لينا تكسيده. ورجعتوا في نفس النهار ودخلتوا للشركه. لا سيدي رجعنا للدار البيضاء ولكن ما مشيناش للخدمه. لحقاش السي الوردي وصانا قال لنا ما تبانوش في الشركه. قال لنا خذوا لكم كونجي وسيروا تستراحوا مع راسكم حتى نحتاجكم ونصيفط لكم. وملي دخلنا لديورنا لقينا الداز عندنا وخلالنا شي بركه ديال الفلوس. زايدة على الخلصة ديال الشهر. وهذوك جوج الاخرين اللي داو الكاميو كتعرفوهم؟ لا سيدي ما نعرفوهمش، ما عمرنا شناهم. مغاربه ولا اجانب؟ مغاربه سيدي لحقاش من الهضره ديالهم باينين ولاد البلاد. الا شفتيهم تعرفهم؟ معلومه سيدي حيت حققت فيهم مزيان. ولحقاش في هذيك الساعه حسيت بلي القضيه فيها شي حاجه في شكل. ملي شارجينا السلعة كنا غاديين لطنجة بها وناويين ندخلوا بها لفرنسا. في الطريق هو عيط لنا السي الوردي الله يرحمه، قالنا باش نوقفوا في محطة ديال الاستراحة. ملي قالنا وقفوا في المحطة ديال الاستراحة باش نشربوا كاس ديال القهوة، شوية هو عيط لينا. شنو نقول لك سيدي؟ قالنا واحد جوج ديال الناس راهم غيجيو في الطريق راكبين في طاكسي بيض، عطوهم السوارد والوراق ديال الكاميو ودخلوا بحالكم للدار البيضاء. وقبل ما يسالي الكلام ديالو كان الطاكسي البيض وقف ونزلوا واحد جوج ديال الناس. كيدايرين هاد جوج الناس؟ باينه فيهم شي فورات لاسيانين. كيفاش؟ شافيار لاسيانين. كيفاش لاسيانين؟ اي قدام في الحرفه. داك الطاكسي اللي جابوه عقلتي النمره ديالو؟ لا سيدي ما حققتش فيه غير حطو مزاد. وانا وصاحبي بهرنا فيهم، ما عمرها ما وقعت لينا هاد القضيه. ظنينا غير السي الوردي. عرفتي واش مياتهم؟ لا سيدي حتى السلام عليكم ما قالوها لناش. وسمعت ولكن سمعت واحد الشيفور كيقول لصاحبو اللي مشى يجيب القهوه الروبيو راه عندنا الشغال. اي واحد زعر في الشمال تيعيطوا له الروبيو. لا سيدي هذا ماشي زعر، حتى اللون ديالو سمر، جاي شويه جاي شويه الكحوليه. ولا شتي تعقل عليه؟ يا سيدي نعقل عليه بزاف. ولكن راه ست شهور هادي وانت مناقر معاه ومقلق منه بسبب الخدمه والنوار. اختي انت راه ما عرفاش التريتي اللي كان داير في الشركه اللي خلالنا الوالد. ما كان بغي نقول لك والو باش ما ندخلكش في المشاكل.
كنقول دابا يهديه الله، دابا يهديه الله. على وجهك انت ما بقيت مهتم لا في مصالحك الشخصيه ولا بحقي في الشركه اللي ما بقى منه غير الريح. وهادشي عمرك ما قلتيه ليا. نخبي عليك اختي لحقاش ما باغيش نخلق لك المشاكل معاه. انا كنفكر في مصلحتك. دابا عاد فين هي مصلحتي؟ مصلحتك هي تكوني معايا ماشي ضدي. هادي راه هي الانانيه اللي غتدخل ليك تعمل اي حاجه وتقول اي حاجه. الانانيه هي اللي في رجلك. من النهار اللي نجح في السوق ما بقى مصفي لا في الاعمال ديالو ولا في الاخلاق ديالو. نص فلوسو خاسرو مع انت كذاب. باغي توهمني انك على قبلي ومن اجل مصلحتي قتلتيه. نود خرج عليا، نود عطيني اتصال، خرج عليا من داري. بعد مني عطيني اتصال، خرج عليا من داري، خرج عليا بعد مني. سير في حالاتك. سي عبد الحكيم، هاد القضيه على ما كيبان ليا اكثر من داكشي اللي كنا كنظنوا. هذا اللي بدا كيبان دابا. ولا هاد الحساب هذا، هاد المساله هادي غتكون وراها شي عصابه كبيره ويمكن تكون دوليه. هادشي علاش حنا طلبناه من البوليس الدولي باش يتدخل. ولا رجعنا للموضوع من الاصل اللي هو القتيله ديال الوردي، واش يمكن نربطوها مع تهريب المخدرات؟ إذا لا تبتنا حنا باللي الوردي هو اللي كان مهرب المخدرات الكامل اللي تأخر في الإسبان، مسألة طبيعية أن الموت ديالو تكون عندها علاقة بالتهريب. وماشي بعيد أن ديك العصابة معاك كيتعامل هما اللي صيفطوا لي شي حد باش يقتلوا هنا. وما نساوش عاوتاني الدقة والاحتياطات اللي خداو هاد الناس، أنا كيبان لي هادشي شغل الحريفية. هاد القضية ديال المخدرات إلا مشات حتى تبتات غادي نكونوا طحنا فيها غير بالصدفة. واش عندها علاقة بالموت ديال الوردي ولا لا ما نعرف، ولكن على حساب ما كيظهر انه متعامل مثالي وبعيد عن الشبهات، عنده تغطيه وتمويه قوي، راس مال، شركه، وسائل النقل، ومتعاملين حتى في الخارج. وبالنظر للتاريخ اللي تحولت ليه الاموال للحساب ديالو، هو نفس التاريخ اللي وصلت فيه المخدرات لإسبانيا وخلصوه. لو كانوا باغين يقتلوه ما كانوش يعطيوه هذيك الأموال كلها، كانوا يفضيو معاه تماك في أوروبا، أسهل لهم ما يقتلوه هنا في المغرب. بركة ما تتبعوه، خليه راه باقي جديد. مساء الخير. مساء الخير. كانت قالت لي ماماك راكي خدامه في بارك ديال التريل الصغار، ولكن ما تسحبنيش وعده. انا خدامه. اش الدنيا خاويه اليوم؟ مع الاول ديال السيمانه ديما كيكون هكا. اختك كيف بقات لاباس عليها؟ مزيانه، باقا ما كتهضرش. الله يشافي اختي. الله يمنعك. وماماك شويه؟ الحمد لله. اسمح لي. الو كريمة، كريمة الله يهديك ما يكونش راس قاصح. انا اتصلت بك بغيت نسول عليك ونشوف الدراري توحشتهم. كريمة الله يهديك هادشي راه كيوقع. الو
هو هذاك مول التريكو البيض والجاكيطه الجلد كيقولوا له الروبيون. دير شي حاجه مع النادي القنيطري هذا النهار. صاحبي عبد الرزاق طلق مني، انا دابا راه في كوكب اخر، عرفتي اللي هرب لنا راس الخيط، مشينا فيها غنولو معاودين الخدمه من الاول. اهلا خير؟ نقدروا نشوفوا دابا السيد اللي في الكوما؟ لا ما يمكنش. كم يوم محط الصراحة؟ فين مشيتي؟ مشيت لعب السيدين واحد الغابة قريبة من تما. ومن بعد؟ يوم واحد ثلاثة ديال الطوموبيلات وخداو لينا السوارت. داروا شرور. واد الناس اللي كانوا واقفين في هاد الطوموبيلات، إلا شفتيهم تعقل عليهم؟ لا سيدي ما عقلش. وأنت كنتي عارف أن هذاك الكاميو راه مشارجي بالمخدرات. أجاوب! ياس كنتي كتعرف الوردي؟ لا سيدي ما كنعرف. كيفاش خدمتي عندنا؟ واحد النهار اتصل بينا في التليفون وقال لينا راه كنعرفكم وكنعرفكم رجال باغي نتعامل معاكم وهادي وهادي وصيفط لينا العرب ونعمس. صيفط لكم العرب مع شي حد يعني تلاقيتو بشي حد باش عطاكم فلوس؟ بس سيدي جالسين في القهوة وخلط علينا واحد وعطينا فلوس. وهاد السيد هذا غايتقول لينا طبعا انك ما كتعرفيش. لا سيدي ما كنعرفش. الكماله ديال الفلوس وصلتكم ولا لا؟ باش اتصلوا بولا مولي الدار اللي دزنا الديوانه قالوا لنا فلوس كاينين في ديوركم. ومن وصلتوا الصبر اليوم؟ نعم تلاقيتوا. جاو عندنا واحد جوج ديال لقينا واحد جوج ديال السبانيول جاو عندنا وخداو لينا الكاميون. من بعد واحد جوج السوايع جاو ياخرين مورانا وداونا دونا ديك البلاصه لقينا الكاميون مضروبه مع الشجره. والسلاح اللي كانت في الكاميون فين مشات؟ هذوك الناس جاو وخداوها من اللور وحنا مع حنا على تعليمات ما خرجوش من هادي هما خداو السلعه وجا يعني السلعه اللي كانت في ذاك الكاميون تهزات في كاميو اخر ومشات لفرنسا وما رجعتو بحالكم ياك داكشي اللي كاين عما سيدي تهزات من الكاميون من اللور وحنا بقينا في الداخل ما عرفناش مشينا حنا هما داوها مشاو بحالهم قالوا غيمشيو فرنسا وحنا تمين رجعنا في حالتنا لطنجة. فاسك ان الوادي مات ومات مقتول قافيك؟ لا سمعني بان رجل ديال الكلمه ورجل معقول في المعاملات ديالو ولسان الحلو نعم شي حاجه. وقف وقف اوقف مساله ديال تهريب المخدرات مساله ثابته ولكن المشكل هو ان ما كاين حتى شي علاقه ما بين تهريب المخدرات والموت ديال الوطن. لا ما تجربش ما تجربش لان متاكد ان هاد لونكيت اللي كنديرو حنا على المخدرات غتوصلنا لذاك اللي قتل الوردي. ولكن تهي المخدرات راه ملف بوحدو خصو يتحال على فرقه خاصه. وشنو غنديرو نوقفو؟ ما عرفتش. وي شاف؟ واخا شاف. اش كاين؟
مصطفى نصيب الوضي انتحى فلت لينا ويمكن دمع راس الخيط. واش غنديروا دابا؟ نشوف حالنا وقعدنا ما نديروا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله بقات كي لي نسولها. واش غنقول لك اسيدي على حساب الطبيب، ولكن ملي غادي تحيد هاد الصدمه يمكن لها تكلم. اذا يمكن نسولك انت بعض الاسئله ياك؟ تفضل. شنو هي خدمتك بالضبط في هذا السبيطار هذا؟ فرملي يا سيدي بالقسم ديال التخدير. والدار اللي نتوما ساكنين حداها واش عمركم شفتيو السيد اللي كاريها؟ واش غنقول لك؟ انا كنعرف بانها مكريه ولكن لمن لا اعلم. يعني عمرك ما شفتي حتى شي حد واش دخل منها ولا خرج منها؟ لا والو. انا قبل سيدي اوقاتي يعني مختلفه، مره كنخدم النهار ومره الليل. وفي الدار ديالك دابا انت ساكنه مع جوج بناتك ياك؟ نعم سيدي، جوج بنيات عندي، وحده سهام وحده سلوات. كتشوف سهام هي الكبيره؟ نعم سيدي. يمكن غادي نخليك والله يخليك عافاك. سبحان الله تفكري شي حاجه قادره تنفعنا تحيط ليا. واخا. شكرا. العفو. الله اسمح لي، ولكن هاي حين تفكرت بنت اختي كانت طلبت مني واحد جوج ديال المقابض الشعر بحال هكا. سبحان الله بحال غير بغيت نشريهم ليها وما عرفتش واش يمكن لي ناخذو من عندك ونردهم لك من بعد الا بغيتي. هادو؟ هادو جوجو. اي لا بغيتي تفضل اسيدي، ماشي شي حاجه كبيره. شكرا لك. العفو. والله يجيب شي فلان. امين اسيدي. تبارك الله على مدام الله يعطيها الصحة. والله إلا خصها تكتب لي هاد الغوسات هادي. حسب الدار دارك، وقت ما بغيتي مرحبا بك. شكرا. لكن مع الأسف أنا مضطر نقول لك بلي الملف ديالنا غادي يتغلق على نتيجة فاشلة، نتيجة عمرني ما وصلت لبحالة. لا هو سي عبد الحكيم، يعني سي عبد الحكيم، يعني حنا يلاه حطينا يدينا على اكبر عصابه تهريب مخدرات في البلاد. يعني التقرير اللي وصلنا من البوليس الدولي كيشير على ان هناك علاقه ديال هذاك السيد اللي كيصيفط الفلوس للوردي والاعمال ديالو المشبوهه. النتائج اللي وصلنا لها واللي صيفطنا لهم يعني يقدروا هما يشدوا يلقوا القبض على ذاك السيد اللي سميتو بيدرو خانيتو. انا عارف، ومع ذلك الملف غادي يتغلق والجريمه غادي تقيد ضد مجهول. وشنو غادي دير السي عبد الحكيم؟ يعني اش غادي ندير؟ غادي نخرج القصيبه وغادي نمشي نصيد الحوت نقابل البحر ونريح عظامي. هي غتعلمني. كيعجبك تصيد الحوت؟ والله ما عمري ما فكرت فيها، ولكن جابتها الوجبه معاك علاش لا؟ ما تشريش قصبه، انا عندي جوج. واش هكاك الناس كيقلبوا على راس الخيط؟ انت بحال كتنج. غادي نلقاه ما تخافش. هذاك الشيء كيخصو الصبر وبشويه ماشي بديك السرعه. الصبر اسي ونس، راه واخا تبقى ثلاث ايام تما ما غاديش تطلع راس الخيط. كي داير انت تخبل هذا الخيط هذا دابا داير المشكل. كيقول واحد المثل اللي خبلها بيديه. السلام عليكم. ورحمه الله. سي عبد الحكيم كاين شي حوت؟ ايوا راك تاكل. موجود الخير، الماريه طالعه. موجود الخير. سهله وقريش. ايوا ذاك راه الطعم ديالها. كاين الخير السي عبد الحكيم؟ الحمد لله. شوف الماريه راه دافعه.
فرقة مكافحة المخدرات ديالنا توصلوا من واحد المراسلة من بوليس سبليون. اش كيقولوا فيها؟ قاعد داك الكاميو لقاو في شي هنكار ومع التحقيق وداك الشيء اتضح انهم في الشركة ديال الوردي وراه محجزو عندهم. هذيك القضية ديال الكسيدة ديال الكاميو راه ما كاين لا كسيدة لا والو. والو كاع داك الكلام اللي قالوا الشافرية وداك مصطفى وداك الشيء ما كاين منه والو. إذن على هذا الأساس خصنا نكملوا البحث ديالنا. إبراهيم يونس وتخبيل هذه من الجيم. الله يعاونك. الله يعاونك صافي مشيتو. الله يعاونك. مشكلة هذه إلا ما كانت حتى شي علاقة ما بين قضية التهريب والقتيلة ديال الوردي، علاش حنا نتبعو حنايا الطريق ديال هاد المخدرات؟ لا خصنا إلا تبعناه غادي نفتحوا باب آخر ديال البحث الجريمة حتى هي. سي عبد الحكيم باقي تعقل على دوك التروفات ديال البلاستيك اللي كنت لقيت في الدار ديال الوردي فاش مشينا قلبناها؟ أنا عاود خديتهم وجمعتهم و عطاني الشكل ديال المقبض ديال الشعر. ونهار فاش مشيت زرت سلوى في السبيطار ديك البنت اللي كانت تخفات لقيت ما كتصايب لها شعرها بنفس المقبض. ما عرفت ضربات لي في راسي وانا نقول لها تعطيهم ليا خديتهم من عندها. رجعت للمكتب وانا نقارن بيناتهم لقيتهم بحال بحال. انت عندك هاد المغطيات وصيفطت عليها؟ عاد لقيتهم ما سالت حكي خصك تجيب لي هذاك المقابض باش نصيفطهم للمختبر ونشوفوا النتيجه. واخا سير بحال اسمح لي كنهضر لك على الخدمه هنايا في النهار ديال الراحه. ما كاين حتى مشكل حنا دائما تابعانا تابع الخدمه واخا نكونوا حتى في ديورنا. السلام عليكم. احنا صرت لكم شهر. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. عندكم لونكيت هنا في كازا؟ لا اليوم راح جيت كنسرى شي شويه. هاد البلاصه ولات عجباني. غتدخل للبارك؟ لا لا غادي مازال نكمل شويه الدوره ديالي لها. قول لي الا عرفت عليك العشاء تقبلي؟ نقولوا اليوم مع تسودونس الريستورون اللي قبلت لاكار ناولي عليك. مساء الخير سيدي. مساء الخير خويا. واحد شويه الله يخليك كنتسنى شي حد. تفرج شي حاجه؟ واحد شويه خويا.
صاحبك داب سبور ياك ما كيوجد لحد جاي اي صحاب لي اللي لبس سبور غيولي سبور السبور راه في الدم الله يعاونكم وعليكم السلام هيدا عليك ديك البليه احنا عندكم حقا نهار الحد في مراكش ايوا مرحبا بكم غادي ندقوكم ان شاء الله راه الكوكب هذيك وجهك على الله واش داك تفلاو تخاطروا انت خاطروا انا معاك اخويا يوسف ديما الدفاع جديده يوسفيه برشيد والله الا كان عارف هذه فين ما تكون لعابه الكوكب كلكم ضادين معاه ولكن راه الفرقه منكم اللي جات غادي ندقوها بجميع مع داكشي البسيلات عاود ما فيها اجي عرفتي علينا مره واحده ما عاودتيهاش على هي وريتينا حنت يديك في الطياب وانت تميك علينا والله ما كرهت حتى شي شي هو من يديك خصوصا هذيك الحيوه ديال الخير من هاد الليله ان شاء الله الا بغيتي وكاين الطاجين كاين الحوت يلاه كيخرج من البحر مرحبا بكم البحر المقلى يا من البحر المقلى الطاجين يونس اه سبور دابا جا معاك البس سبور ما فيهاش خميس يربح من ضياء اه خرج لي هكا سد معك الباب عبد الرزاق ودخل ايوا سيدي مبروك وليد ولا بنيه بنيه الله ايوا خصك تخوي ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله سي عبد الله صاحب الحكيم ياك ماشي بيست جديده هذه باينه في عينيك الا ما خفت نكذب غادي تكون هذه اخر محطه في البحث ديالنا ما هادو دابا شنو هادو واش معطيات جديده هذه كاينه ولا شنو ما يمكنش حتى انا نفس الشيء اللي وقع ليا ما صدقتش ملي طلعت على التقرير ديال الطبيب الشرعي سعد الحكيم شنو وقع انا راه ما فهمت والو في هذا الشيء مساله بسيطه سي يونس زار البنت في المستشفى ولاحظ داك المقابط اللي في شعرها كيشبه داك المقبط اللي لقيناه مهرس في الدار ديال الضحيه صيفطناهم للمختبر وجات النتيجه ايجابيه داكشي علاش من داك النهار وهي مريضه طبعا لانها ما قدرتش تصدق انها قتلت بنادم سيد الحكيم دابا شنو غادي نديرو نمشيو نقلبو الدار يمكن الو شكون واخا سيدي هذا هو البيت ديال الدريات بناتي هاد المريضين ديال سي هبتي وهاد الجهة هاد الجهة هادي ديال من ديال سلوى بنتي يا سيدي ساروت عندكم قال لكم واش كاين السيروت عطيونا السيروت اللي عندكم ديال ما عرفتش بلي دخلت اختي للسبيطار وهم مسدوده هذيك الجهه حلو الكادو اللي كان مدخل معاه السي الوردي اللي جا في 9 ديال الليل وتقتل جابو هنا ما فراسك شاد الكرتونه ما كنتكلم لا ما فراسك شاد الكرتونه ما عارف عليه والو علاش وقع سيدي بنتك متهمه بجريمه القتل ها اختي ما تقدر تقتل حتى الدبانه داكشي اللي كان كيتسرقنا النهار الاول ولكن لقينا شي زغبات ديال الشعر ديالها في الدار ديال الوردي زيد عليها الكرتونه هذه اللي كان مدخل معاه الوردي للدار واش مجابها لهنا راكم غلطين هاد الكوزينه ما فيها والو ترسو لا جلال لا ندوز بلاتي سلوى كانت عندها علاقة مع الوردي
داكشي علاش الحساس ما شافت شي حد داخل ولا خارج من العماره. انا متيقن بانه كان عاطيها السوارت هذه ما فيهاش كاين احتمال تكون سرقاتهم ليه. ولكن علاش غتقتلوا؟ علاش؟ يا اما يكون اغتصبها او حاول. حنا خصنا نطلبوا خبره في هذه القضيه. باش تفهم ليا الا ما كانش مصطفى هو اللي قتل الوردي علاش ينتحر؟ ولكن على حسب التصريحات ديال اختو كتقول بانها تناقرات معاه وتهمته بانه هو اللي قتل ليها راجلها. وزيد على هذا الشيء عاوتاني هو كيفاش عامل؟ يعني ما عندوش شي شخصيه قويه، باين لي الانسان عنده شخصيه مهزوزه. هو مصطفى في الحقيقه ما كانش ناوي يموت، كان بغى غير يثير العواطف ديال اختو، وفي نفس الوقت بغى يبرهن ليها على انه ماشي هو اللي قتل راجلها، ولكن في طريقته الخاصه. المهم التعليمات كامله طبقات كيف اتفقنا ودرنا حراسه مشدده على البيت ديال سميه. شوف انا ما نبغيش لا امها ولا اختها يزوروها الا تحت عينين المراقبه. سلوى 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 فوقاش غادي تصوب لي هاد الوراق ونمشيو لفرنسا؟ ملي يجي الوقت المناسب الحبيبه غادي نصوب لك الوراق وغادي نتزوج بك وكلشي يكون كيف بغيتي. انا ما سربتش، انا شفت لك واحد الكادو زوين من فرنسا غادي يعجبك. شوفي من دابا 3 ايام غادي نكون هنا وهذا اللي بغيك تكوني لابسه ملي نجي. انا كي جيتك بالصحة والراحة. يعطيك الصحة. بالصحة والراحة. يعطيك الصحة. Thank you.
على هذا القبال الغيره هي اللي خلاتك تقتليه. قبلت الغيره كون قتلت اختي. شنو هو الدافع اللي خلاك تقتليه؟ قتلته على ود اختي. اختي باقا صغيره ما عارفه والو في الدنيا. بغيتو شي يضحك عليها، بغيتو شي يتفلى عليها كيما تفلى عليا انا. لو خاكا كبيره وكتحمل مسؤوليتي سمو الله سمو باقا صغيره. لكن وقفتي حياته ووقفتي حياتك. كيفاش؟ داكشي اللي كان ضروري نديرو راني درتو وتهنينا منه. كوميسير، حنا الا بغينا نتعلمو منك بزاف د الحوايج غتخلينا وتمشي. مازال قدامك الوقت غتعلم اشياء كثيره ان شاء الله، ومعك اللي يساعدك اللي يدفعك لقدام. أما رشيد عبد الرزاق، تهلا في البنيته سي ابراهيم. لا لك سي العميد. لي انا لي اهلا. شكرا. إذا أردت أن تكون صيادا ماهرا فيجب أن تكون صبورا.